حماتي كنت شايفه عندك كفرات حلوه كده جايباها جديد، هي فين الكفرات دي؟ وانت عايزه منها ايه؟ انت كنت جايبها لي ولا ايه؟ لا عندي جايبه بس ضيوف وبتاع، فانا عايزه افرشها بس ايه يعني شويه كده واوديها لك. يعني عليا يعني انت بصلي في الحاجه اللي عندي، وانا كل ما اشتري حاجه عايزه تاخدها عايزه تاخديها؟ مش هاخد حاجه يا إيه؟ حماتي، انا ده هاخدها منك سلف بس افرشها والناس يمشوا. سلف تلف يما والرد خساره. هو ايه سلف تلف والرد خساره؟ هو ايه كل واحد حاجته في بيته؟ ما انت اللي لسه عروسه زي انا اللي ليا حجوزه عندي 90 سنه جاي تاخد حاجتي؟ هو بس ايه؟ بس بجد يتبهدل اصلك وجود، انما الكفرات دي حلوه. اللي جايه دي تيتا، تيتا وعيال عمي وعيال خالتي. اللي جايه بصي تيتا مش تيتا، عيال خالتك عيال غيره، انا ما بديش لحد حاجتي. ما تقعديش تبصي لي بحاجتي، يعني انا سيب السكات عريان والعيال يدوسوا عليه ويبهدلوه. لا مش الغيار ده، الغيار التاني الجديد ده. ده حبيبتي على عيني يا حلوه، ده حبيبتي على عيني. على ايدي يا حبيبتي، ما ايه عينك فيه؟ عيني في ايه بس؟ ماشي انا هفرشه على العيد يا ماما، ده مخليه ده افرشه كده والتاني هفرشه على العيد. هو ايه تقول للبنت تخبيه؟ اه شوفي هتعمل ايه. انا بقول للبنت تخبيه. اه ما اقولهاش ليه يا حماتي؟ تخبيه ليه كده؟ طب ما تسيبوه لنا نتفرجوا عليه. اتفرجوش يا اختي على حاجه، ده انا هفرش واحده بس اللي اخدها مش الاثنين. ايه واحده بس؟ لا يا اختي ولا واحده ولا نص، تبوظهولي وتجيبهولي وانا في حين اغسل ولا اعمل. يا حماتي مش حين خالص، ما فيش حيل اغسل ولا احمل. انا في حين لا ما تجيبهوليش يا اختي. بصي 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 البنت يا اختي جابته لامها ازاي. بصي البنت جابته لامها ازاي، روحي بعيد يا اختي. الله شوف البنت جابته لامها ازاي. لا يا حبيبتي ده حلو، روح وديهولنا، روح وديه. ايوه خدي يا بنتي وطلعيها لفوق. هو فين ده يا اختي؟ اقعدي يا بنتي اقعدي. هو ايه انت هتاخدي حاجتي؟ هو هتوصلني بالحياه ولا ايه؟ اما اموت يا اختي وخدوا حاجتي، لكن انا دلوقتي لسه عايشه وانا لسه جايباه وعاملاه. تروحوا انتوا تاخدوه؟ دي نعمه يا حماتي. لا يا اختي ده قوي. اه ده نعمه جميل. بص شكله عامل ازاي يا حماتي. ده انا هفرشه بالعيد. بص في ماشي، هي مره بس وهنديهولك. هفرشه بالعيد وانا افرشه والله. درجيني طب عليك، ده شكله عامل ازاي؟ نايم قوي. هو بكام ده يا حماتي اللي جايبه؟ انت مالك؟ انت عايزه اجيب واحد؟ هتدخلي نفسك في اللي مالكيش فيه ليه؟ يا حماتي عايزه اجيب واحد زيك. لا يا اختي ده حاجتي محدش ياخدها الا انا اهو. حاجتي محدش ياخدها الا انا، جايباها بفلوسي. بصي بصي المنظر. بصي لا دي حلوه قوي يا حماتي. حلوه لا حلوه قوي الصراحه. حلوه. طب ما حلوه عايزه تاخديها انت ولا الطمع يقلب يا جماعه؟ طب ما انت عندك اتنين يا حماتي، ما تجيبيها لي دي واحده. ما تجيبيش حاجه. ايه يا اختي؟ ده بصي حلاوتها وناعمه وحلوه، ده انا هفرشها يا ماما في العيد. مش هتخسر ولما حد يجي دوب. اما عروسه ابن سيفك يتجوز يجي تيجي هفرشها قدامها. طب ما هي يعني هي غريبة، ما هي هتيجي تقعد بعد كده معانا في البيت ومش هتشوف حاجة. لا برضه اهي بقى انا اديك الحلوة دي واقعد انا بالحلوة بدول وتاخدهم وتتحلوا عليا عشان ما تديهمنيش. لا يا اختي حاجتي عندي حاجتي لا ما اديش لحد حاجتي. حلوة خالص اهي حاجتي. انا جوزك يجيب لك والله امك تجيب لك. غالبة قوي وهتدفع برضه التيتا هتجيبها قوي. انا انا انت بنتك جايبها لك دي حلوة انا عارفة. بنتي بنتي ايوه شارية حاجات غالية. نعم هنجيب ابنك الغلبان ده يعرف تشتري حاجات غاليه؟ معلش ربنا يخلي اللي يجيب لي. انا مالي انتوا تاخدوا حاجتي؟ دي جابه ثلاثة. ده انا ده ثلاثة؟ ده انا عندي الحلو كله. لا ما تجيبيش يا بت. يا بت ولا انت عشان امك ولا ايه؟ هو ايه يا اختي؟ عشان امك؟ لا امال عشان مين يعني؟ لا يا اختي دي انا شارياها بالبت جايبها لي بفلوس. دي حلوه خالص يا حماد. ده دي تتفرش من غير سجاد. تتفرش ما تتفرش. في اكل كده مالكيش فيها حاجه. 300 جنيه 500 جنيه مش كفايه؟ انتوا عيالك بتيجي تاكلوا وتشربوا وتطلع تجري حتى لو تكسر تحت ولا كوبايه. طب بصي يا حماتي يعني اديني بس مره واحده وخديها. ادالك مره واحده؟ اه ادالك بس مره واحده كده قدام امي وخالتي وخديها. ده انا عيال برضه عمتي برضه جايين لي وخالتي. عمتي جايه. ما بيننا وما بين الحرام ما اديش لحد حاجتي. انتوا كنتوا بتدوا له حاجه انت ولا جوزك؟ ولا عندنا عندي على الحاجه مناسبه مناسبه يا ماما. الحاج جايبه برده برفان جديد ياخدوه بقى نرشه. وريني كده البرفان ده بتاع الولا بيروح الشغل ويرشه. اديك انت خلصتيه وانت قاعده. الولا بيحط الشيء وهو رايح الشغل. نضيفه ولا مش نضيفه؟ هو برفان وحلو دي كانت جايبه من فتح الله. كانت جايبه من فتح الله. هاتي يا اختي هاتي. ده انا جايباها من فتح الله للولا. هاتي دي جايبها من فتح الله 200 جنيه. ده انا جايبها من فتح الله ب 200 جنيه. فرحة حلوة بتحفف ازاي؟ شفت ريحته؟ ده ريحته جميلة وربنا. اه ريحة هتفك كده أول ما رشيت. لا خليني الواد بياخده معاه. أنت عايزة تاخدي البرفان وتاخدي واقي السجاد وتاخدي حاجتي؟ هو أنت هتورثني بالحياة؟ هو إيه؟ بقول لك إيه يا حماتي حلو القمار ده. شايفة عندك منه واحد تاني. بصي يا ماما الكاميرا اللي جايبينه لك الجديد ساعة ال ساعة المجون من عمرك. اه كان ماسك
تيتا ماما بصي ماما جايبين لنا ماما ساعة جديدة بصي كده الساعة الجديدة تعالي ما تيجي تلموا الشقة كلها وانا قاعدة يا ولاد هو انت هو انا دلوقتي هتدفنوني بالحياة يا حبيبتي بقى هنسدك البتاع ومش عايزين اللي عندك عايزين تاخدوه عايزين تاخدوه المروحة جيبي بس رش اللي البت رشة منك لا يا اختي الواد قايل لي يا ماما ما تخليش حد يرش من الريحة دي من عيال ابنك لما يجي الغسيل بك قايل لي كده قال لي ما تحطيش لأي حد من الريحة دي ده انا عايزها احطها ارش انا منها تروح تاخدها ده انا جايبها له ب 200 جنيه بس دي غالية قوي يا حمايتي ما هو ابنك لو فاتح بيته ومتجوز مش زمانه ممكن ماما ما يجي فاتح ولا مش فاتح ايوه روحتي حلوة الجنينة قهوة بقى كده حلوة الدنيا الجو ساعة هوا الدنيا ساعة انتوا عندكم تكييف عمال تبصوا لي دلوقتي لا في ده صعبة روحي شوفي مين يكتب معاه بيرن خلصت يلا بسرعة يا بنت ما تأخريش يلا هو ايه؟ هو ايه؟ هو ورثني بالحياة؟ ايه؟ بصي وبعدين بابا جاب لي تليفون جديد بابا طب اديكوا معاكوا فلوس اهو غنيين عمال انت جيب اه وبعدين بقى ينفع يعني كده مش هينفع كده والله ينفع ولا ما ينفعش؟ يا حبيبي طب اي حاجة طيب اي حاجة دي او دي مش هتفرق اي حاجة من الاثنين طب يعني طب ازازة البرفان دي لابنك يرش من عرفش وهو رايح البحر؟ ازازة البرفان؟ اه لا يا اختي يروح يجيب لنفسه ما هو جايب لبيته تليفون بالشيء الفلاني اهو طب اقول لك يا حبيبتي بصي بس اديها لي فرشه يعني امي جايه خطيبه اخويا جاي معاها فهتفرجوا على الشقه عندي وبعد كده ايه بتديها تاني اما فرشه انا عندي الاول وشوفوها عندي عشان يعرفوا ان انت شحتها مني اللي انت شحتها مني مش شحتها من بس يا حبيبتي يعرفوا ان انت شحتها مني مش وبعدين يعني يعرفوا لو انت شحتها مني دي مش يعرفوا اللي كده يعرفوا اللي انت شحتها مش بتاعتك اصلا ليه طيب يعرفوا اللي انت شحتها مني مش دي طب ما تديني شويه طب هي مره حبيبتي وديها مره طب خلاص اه اديني رشتين من البرفان ده والخمار ماشي لا يا اختي ولا خمار ولا برفان ولا حاجه شايفه ده شايفه محمد حد الله ما بيننا وما بيننا انت عامل البلكونه بس يا حبيبتي ده انت هتاخدي ثواب ده انا هبقى سافره نفسي خلي جوزك يشتري لك يا اختي واحد ولا حوشه من المصروف اشتري لك واحد هو ب 1000 جنيه خي تطلعي ب 100 جنيه ولا حاجه حوشه من المصروف وهاتي ولا جوزك يديك انت هتخبط هنا وانت الحاجه اللي عندي عايزاها عايزاها هتورثوني بالحياه وانا قاعده ما انا بقول لك انت عارفه ابنك على قد ابني على قد ايه ليه كده هجيب منين ابنك ده ولا ده ولا ده ابني يجيب ده ولا ده ده بقى جبت تليفون جديد شفتي الفول الجديد والحاجه الجديده جايبين كل حاجه لنفسكم وجايين تعملوا جابوا لي 10000 جنيه 10000 جنيه طب اديكوا غنيين اهو يا اختي طب عارف حته تواكي سجاد ليا ليه ولا بتاع البرفان بتاع الابن اللي بيحط مينها ولا الخمار اللي لابساه ده حتى خمار ما يعني مش حلو خالص وعايزين تاخدوه كل الساعة. حاجه عايزين تاخدوها مني هو ايه الساعه قلت لك بيه الساعه تعالوا تورثوني بالحياه وانا ورايا غيركم والنبي يا اختي تعالوا ورسلنا بالحي ورسلنا بالحي يعني انا شايفه انه عادي يعني عادي 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 محدش ياخد حاجتي محدش ياخدها بنت اختي طلعت تجري تسحبها لامها وتجيبها كانها جايباها من 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 تسحب من على الطواله تسحب الجاموسه وتجيبها وتمشي هو ايه يا اختي انت تسحبها من على الطواله هي حاجه بتاعتكم هي حاجه في بيتكم تجواها ليه تمد ايدك على حاجتنا ليه ده بابا انت مالك ما تخلي ابوك يجيب لك ولا امك هي قاعده تجيب انتوا عمالين تسحبوا تاخدوا انا مالي خطيب اخوها جه ولا خطيبه حتى اختها جت انا مالي انا حاجتي في بيتي ومحدش ياخد اللي عايز يجي يقعد عندي يقعد ما يقوليش هات حاجه اللي مش عايز يقعد عندي الله يسهل له يقعد بيت عندي لا جي تيتا جايه يا عمتي تيتا جايه مش تيتا جايه اللي يجي لكم ما تروحوا تجيبوا لهم انا مالي خلي تيتا تجيب لكم هو ايه كل عيالي ما يجيبوا لي حاجه عايزين تاخدوها تاخدوها ده انا بنتي جايبه اقولي تيجي تاخدوها دي تيتك لسه جايه تيتك هتقول لك اسمها دي مش تيجي ده عندك اوضه كده فوق بتقول لك اديهاني عاوز اقعد فيها الاوضه اقعد فيها انا ما سكتش حد في البيت يا بنتي لا تيجي تقعد فوق ليه على السطح ما تقعد في النهايه في الشقه هي الشقه هتقول لا يعني تقعد هنا عاوز ما حدش يقعد في بيت غير عيالي انا ما بدخلش حد في بيتي شباب انتوا زهقتوني وعرفتوني خلينا قاعده احنا في السطح من قاعده زهقتوني وعرفتوني انتوا بقول لك يا حبيبتي انت الصراحه انت الصراحه لا انا يلا بنت يلا بنت بينا نمشي يلا امشي ما فيش حاجه خالص هتطلعي مع السلامه اهو بس اتفرجي بقى